يقول لو حمد هادي طرقها في الحونة. تعرفون الشاعر حمد هادي المسردي الله يرحمه، شاعر كبير وتوفى. يقول لو حمد هادي طرقها في الحونة، من خياله بستلفها في خيالي، العرب من قل ماله يكرهونه، ومن كثر ماله يجيل الناس غالي. قال هل اللي شاف معافة عيونه، وجرب الدنيا على كل الحوالي، شاف بن اللي يبونه ما يبونه، دام ما عنده جنيه ولا ريالي، كم رفيق انقفت الايام دون صد، وانا حاسبه من راس مالي، اختفى وقفه وقفت به بعونه، عقب ما شان الدهر والحظ مالي، يحسب اني بترجاها المعونه، والله ان يبطي ما طرقت بسؤالي، يا وجودي والفضا لو ضاق كونه، ما يضيق الا على ضعوفه العيالي، ولا انا لو ضاق لو كثرت حزونه، تاكلن همي على رب الجلال، يا كريم ما خسروا من يطلبونه، ما على غيرك يا معبوده اتكالي، يا عظيم امره بكافه ونونه، رف بحالي يا عليم بكل حالي، والرفيق اللي علي غهرة اطعونه، عايف منه بعد شي جرالي، الرجل عز نفسه عن مهونه، وشامل العليا وجنبها الهزالي، فلا يهمه هرج ناس ينقلونه، ومن حكى للناس لابده حكالي، يا صبر ايوب واللي يصبرونه، اشهد ان الصبر نعمها للرجالي، والفقير اللي عرف من يكرهونه، لا يفكر في البعيد ولا الموالي، دام راسه حي وتشيله متونه، والله اني رقابه خشومه اطوالي. سلامتكم، ما عليك سود، الله يرضى عليك. سلام.